من حدود قطاع غزة، ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، أهلا بك معنا. إذن أبدأ معك من الميدانيات، خاصة في على هذا المحور حيث أنت الآن. بدون أدنى شك بأن ربما في النصف الساعة الأخيرة كان هناك تجدد للقصف الصاروخي تجاه كيسوفيم ومستوطنات غلاف غزة بعد 17 ساعة تقريبا من توقف القصف من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية. جنبا إلى جنب، الغارات الإسرائيلية مستمرة والاشتباكات في محاور التقدم خاصة في وسط قطاع غزة وجنوب قطاع غزة في خان يونس. هناك محاولة إسرائيلية لتعميق العملية العسكرية وتسريعها عمليا بعد الضغط الأمريكي للانتقال إلى المرحلة الثالثة فعلا وليس قولا فقط، هكذا طلب بلينكين من الإسرائيليين. الجيش الإسرائيلي يتحدث أنه حتى الآن رصد أو وجد 300 فتحة لأنفاق في قطاع غزة، وأنه دمر نحو 100 وفق ما أعلن في بياناته. زياد، اليوم أولى جلسات محكمة العدل الدولية، ما الذي يقال داخل إسرائيل حول هذه المحكمة أو المحاكمة لإسرائيل في جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية؟ طبعا لأول مرة إسرائيل لديها تمثيل في مثل هذه المنصات الدولية، هي عادة تقاطع هذه الأمور، ولكن هذه المرة هناك قاض إسرائيلي أدى اليمين وهو في إطار القضاة أهرون باراك، وهناك طاقم أمني أو عفوا قانوني إسرائيلي. غدا سترد إسرائيل على ما تقوله جنوب أفريقيا اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية. هناك قلق حقيقي في إسرائيل من هذا التطور، لأن هذه المحكمة ببساطة تستطيع أن تصدر أوامر احترازية كما تسمى. مثلا يمكن أن تصدر أمرا احترازيا بفتح المعابر فورا وإدخال مساعدات إنسانية، لكن الأسوأ بالنسبة لإسرائيل أن يكون أمرا احترازيا ريثما تنظر المحكمة في الأدلة أمامها، أن يكون هناك أمر احترازي مثلا بوقف إطلاق النار. هذا الأمر قد يعقد الموضوع بالنسبة للإسرائيليين كثيرا. رأينا محاولات للتأثير على المحكمة، بنيامين نتنياهو باللغة الإنجليزية تحدث عمليا عن أن إسرائيل لا تريد احتلال قطاع غزة، لا تقوم بتهجير أهالي غزة. طبعا ما يقوله باللغة الإنجليزية اختلف عما كان يقال باللغة العبرية في إسرائيل. وفق ما اطلعنا عليه أيضا من مسودة الادعاء لجنوب أفريقيا، هناك اقتباسات من معظم الوزراء بما فيهم نتنياهو عمليا حول ما تحدثوا به منذ 7 أكتوبر. أعطيك مثالا، بنيامين نتنياهو الخطاب الأول بعد أيام من بدء الحرب تحدث عن قوم عماليق، وعمليا قال إن إسرائيل ستفعل ما فعل عندها. وفي التوراة إسرائيل بنو إسرائيل أمروا عمليا بتدمير هؤلاء والقضاء عليهم بشكل كامل، وبالتالي هذا أيضا يرد في مسودة الاتهام الذي تضعه جنوب أفريقيا. صحيح، أنت قلت أيضا زيادة أن هناك قلق حقيقي، وأن رئيس الوزراء تحدث ولأول مرة تصريحات قالها باللغة الإنجليزية عكس كل تصريحاته السابقة. كانت هذه التصريحات لرئيس الوزراء هي للمرة الأولى التي يقول فيها بأنه لا يريد تهجير الفلسطينيين ولا يريد سيطرة على قطاع غزة من قبل إسرائيل، صحيح؟ لأول مرة كان يقول هذا. صحيح صحيح صحيح، لكن لاحظي لم يقل شيئا عن الأمن، وليس من باب المصادفة، لأنه يريد أن يسيطر أمنيا على قطاع غزة، ولهذا أغفل هذا الموضوع عن التصريح الذي تحدث به بالفعل أن إسرائيل لا تنفذ إبادة، لا تريد تهجير الفلسطينيين، تطلب من الفلسطينيين الابتعاد عن أماكن القتال، وأنها تستهدف فقط مقاتلي حماس وما إلى ذلك. هناك من يقول في إسرائيل بأن إسرائيل تأخرت في عمليات في حملات الدعائية التي تريد أن تساند بها هذا الموضوع. ليس ذلك فقط، فقط بالأمس المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أعلنت بأنها ستخضع كل من تصرح تصريحات مثل قنبلة نووية وما إلى ذلك، ستخضعهم كلهم لتحقيق عمليا. ولماذا هذا الإجراء؟ هذا الإجراء لأن القانون الدولي يكون مخففا في حال قام القانون المحلي في الدولة
التي هي وجهت اتهامات ضدها بالتدخل لمنع الإبادة أو لمنع الاتهام الذي هنا الذي يناقش في المحكمة. ولهذا لم يكن من باب المصادفة أن تعلن المستشارة القضائية فجأة في إسرائيل بأنها ستجري تحقيقات جنائية مع كل من صرح في هذه الحرب حول هذه المواضيع، وزراء ونواب وما إلى ذلك. هذا يبدو متصلا في محاولة التخفيف من وقع ما يحدث الآن في لاهاي، وكما قلت يقلق إسرائيل كثيرا حتى على مستوى الدعاية المحلية التي أرادتها إسرائيل. كل الشركات التابعة للدعاية في هولندا رفضت أن تنشر أو تعلق صورا لأسرى إسرائيليين للتأثير على المحكمة، وحتى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أدان هذا الموضوع في بيان رسمي. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من حدود قطاع غزة، شكرا جزيلا.